بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لابد من تقديم امتحانات تجريبية بعد انتهاء أي وحدة دراسية، تدريب الطلاب على نوعية الأسئلة الوزارية التي تأتي. من المعروف أن هناك عدد من الأسئلة تأتي أسئلة اختيار من متعدد، وأسئلة بيقوم الطالب في حلها، ولابد من تدريب الطالب على كلا النوعين من الأسئلة. فبعد ما شرحنا لكم الوحدة الأولى، نقوم الآن بإعطاء امتحانات تدريبية على كيفية أنه نجيب أو كيف تأتي هاي الامتحانات. فضروري من الطالب وقف الفيديو، اضغط على زر التوقف، وبعديها تحل السؤال، ثم تشغله وتشوف الحل صحيح أم لا. لاحظوا السؤال الأول، هي صيغة أسية، هاي هي صيغة أسية، مطلوب كتابتها على صورة لوغاريتمية. أي من هذول هي الصيغة اللوغاريتمية اللي بنكتبها فيها؟ احنا قلنا انه الاس هو قيمة اللوغاريتم، يعني مين اللي يساوي ثلث؟ ما في الا هذا، باين انه اللي تحت 343 نفسه تساوي ثلث، اذا الاجابة دي. راح نشرح الان، بس نقول لكم ان الاجابة دي حسب تعريف اللوغاريتم. هون العكس، معطينا اللوغاريتم وبده الصورة الأسية المناظرة له. يعني أول إشي مش معقولة 4 أس 16 يساوي 2، ولا 2 أس 4 يساوي 1/16. حتى لو كانت 2 أس 4 أو 4 أس 2 و2 أس 4 كلاهما يعطي 16، لو كانت الجملة صحيحة، ما أنا بدي الطريقة. اللي تحت هو الأربعة، اللي تحت اللوغاريتم هو الأربعة، اللي بعد اللي يساوي هو الأس، أس سالب 2 يساوي اللي أمام اللوغاريتم 1/16. وين هاي؟ اللي موجودة في سي. السؤال اللي بعده، جد قيمة واي، واي تساوي قيمة اللوغاريتم. طبعا هي اما احوله الى صيغة اسية، اقول 9 اس واي تساوي 1/81. احنا نعرف 9 اس 2 81، لكن 9 اس كم؟ 1/1 أس سالب 2، يعني الإجابة راح تكون -2، لكن يفضل أن نستخدم الآلة الحاسبة لدقة الإجابة. ما دام أنهم بدهم يسمحوا بالآلة الحاسبة، إذا نستخدم الآلة الحاسبة. في عندي هذا اللوغاريتم، نضع تحت المؤشر، هيو تحت نضع 9، وبالماوس أمام اللوغاريتم بنحط كسر، وبنحط 1/81، تمام، وبنقول هون يساوي، يطلع الإجابة -2. إذن الإجابة -2. في ناس قالتوا ما فيها هذا الكمبيوتر، هذا الرمز، هذا اللوغاريتم، عندهم بس لوج زي هيك، كيف يحلوها زي هيك لوج؟ حتى الكسر ما عندهم، بين قوسين 1/81، هاي سويت الكسر الأول، وبسكر القوس، لوج 1/81 تقسيم لوج اللي تحت اللي هو لوج 9، انه حتى احتمال
انه يحطوا نوع حاسبة ما فيه سالب اثنين الإجابة، فشو ما كان نوع الحاسبة اللي راح يسمحوا فيه احنا راح ندربكم عليه ان شاء الله. نفس الاشي هون، هاي ما بتنحل بالحاسبة ابدا، هاي ما بتقدر تدخل اكس داخل الحاسبة، هاي بتتحول الى اس، فبتصير اكس تساوي ثلاثة اس اثنين، ثلاثة اس اثنين قيمتها تسعة. نفس الاشي هون، بدك تحول الى اس، اي اس اثنين تساوي اربعة وستين، تبدأ تجرب من هذول، هل ثمانية أس اثنين أربعة وستين صح؟ طبعا هون في شرط، المفروض إنه ذكر لك إنه شو، لأنه كمان سالب ثمانية هي أس اثنين تطلع أربعة وستين، لكن إحنا على افتراض أنها A أكبر من صفر، هاي بدنا نضيف على السؤال انه A اكبر من صفر، اذا الاجابة راح تكون ثمانية، عشان ثمانية اس اثنين تساوي اربعة وستين. نفس الاشي هون، بنروح على الالة الحاسبة، او ان نعرف انه عشرة اس ثلاث الف، عشرة أس سالب ثلاث تطلع واحد على ألف، يعني هون نقدر نروح نطبق الآلة زي هيك، بدنا نحله على اللين، مع إنه مش لين لكن بدنا نحله على اللين ونطلعه سالب ثلاث. واحد بالألف، كيف واحد بالألف أو واحد على ألف؟ نقدر نكتب واحد تقسيم ألف، أو نجي هون واحد على ألف، تمام، نطلع من الماوس، تقسيم لوغاريتم اللي تحت أو لين اللي تحت، يعني خط اللين، تقسيم لين العشرة، هذا في حال إنه ما عندك اللوغاريتم، آلتك ما فيها هذا اللوغاريتم اللي فيه فراغات، تقسيم لين العشرة، وسكر القوس، يطلع معي الإجابة سالب ثلاث، هيها طلعت، أو إني بستخدم هذا اللوغاريتم على طول، بحط تحت عشرة وبخش جوا اللوغاريتم، نسوي من هون أحسن، هاي الكسر، وهون بحط واحد وبنزل تحت الماوس وحط تحت ألف، أكيد بدها تطلع سالب ثلاث، إذن الإجابة سالب ثلاث. نشوف اللي بعده، طبعا عدد الأسئلة 35 سؤال. الآن على السريع، هاي بدنا آلة حاسبة راح تطلع سالب اثنين، عشان عشرة أس اثنين مية، بينما عشرة أس سالب اثنين واحد على مية، وإذا مش متأكد روح على الحاسبة. يا سلام، هون عندي أنا لوغاريتم للأساس خمسة لـ إكس، معطيني رسمات، أول إشي المجال، المجال اكس بدها تكون اكبر من صفر، يعني ما بتروحش على اليسار زي هون، اذا مش هذا، اي اول وحدة، كمان مش هذا، ليش؟ ليش مش هذا؟ لانه الاكس رايحة على الجهة السالبة. الشيء الثاني انه هون الاساس خمسة،
خمسة أكبر من واحد. فهون نقول عنه متزايد، أنا شايف هذا متناقص. مين اللي بيزايد؟ كل ما زادت إكس بيزيد إف الإكس اللي هو هذا، وهو رسمته هون. إذن هو هذا هو مقطعه مع محور إكس اللي هو واحد، لأنه خمسة أس صفر يساوي واحد. إذن هذا هو رسمته دي. الإجابة الصحيحة دي. وفي عندكم شرح بالفيديوهات كيف نرسم الاقتران اللوغاريتمي. يا ريت تظلوا توقفوا الفيديو وتشوفوا الحل، تحاولوا تحلوا. لاحظوا هذا بدنا نطبق عليه قوانين اللوغاريتمات عشان اكتبه بالطريقة المطولة. اذا اول خطوة لوغاريتم للبسط لحاله اكس قوة اربعة في الجذر التكعيبي لاكس زائد خمسة، هذول لحالهم، ناقص طبعا الاساس ايه. ليش ناقص؟ لانه القسمة امام اللوغاريتم تفرز لوغاريتمات اثنين، ناقص ناقص لوغاريتم لاكس ناقص اثنين تربيع. تمام. بعدين ايش يصير فيهم هذول؟ هذول يفصلوا زائد هون، ونجيب الاس قدام اللوغاريتم، يعني بصير زيك الاس اللي هو الاربعة تجي قدام في لوغاريتم للأساس A للإكس، في ضرب يفصل زائد. الأس هون ثلث لأنه الجذر التكعيبي هو ثلث، فبيجي هون ثلث في لوغاريتم للأساس A لمين؟ بين قوسين إكس ناقص خمسة. تمام. الآن ناقص ناقص الأس هون يجي قدام اثنين في لوغاريتم للأساس A لإكس ناقص اثنين. وين هذا موجود فيهم؟ هون هاي صح وهاي صح، لا زائد خمسة، هي جوا زائد خمسة، احنا اللي غلطانين هون. إذن زائد خمسة صح، ناقص اثنين لوغاريتم اكس ناقص اثنين. اذا الاجابة وينها؟ سي. ها هاي ترى الاخيرة صح، دي صح، لكن مش مكتوبة مش جايبين الاس قدام اللوغاريتم، فيعني هاي هي صح لكن سي أصح. طيب بدو هسه هذول نكتبهم بالطريقة المطولة. يلا لوغاريتم أساس خمسة، هون يجي الثلاث، تصير ثلاث أس ثلاث، ثلاث أس ثلاث يعني سبعة وعشرين، زائد لوغاريتم للأساس خمسة، السبع هذا يعني الجذر السابع، لآر ناقص سبعة ناقص النص يعني جذر، لوغاريتم للأساس خمسة، هون جاي الخمسة طالعة شوية، آر أس نص يعني جذر الآر. تمام. الآن هذا ضرب يندمجوا ضرب، وبعدين بالقسمة يعني هذا تحت، يعني بيصير زيك ثلاثة أس ثلاث سبعة وعشرين، طبعا لوغاريتم واحد بنكتبه أساسه خمسة، سبعة وعشرين من هون لأنه زائد بدي أعملها ضرب، الجذر السابع
ل ار ناقص 7 على بدل الناقص جذر ال ار. وين الجواب الصح؟ قيمة اللوغاريتم هذا تقريبا كم؟ ما عندنا إلا الحاسبة، نجي هون صفرها من هون ونأخذ هذا اللوغاريتم، هذا اللوغاريتم ونحط الرقم فيه 0.0649. سكر القوس، يساوي -1.877. وش طلع عندنا هون؟ -1.877، بس مش 7 مقربينها. ليش؟ لأنه هون 5، الخمسة بتقرب على هذا، إذا الجواب هذا. هون 7 كانت 7، ليش صارت 8؟ لأنه اللي على يمينها 5، الخمسة بتكبر هاي بتسويها 8، إذا الجواب هذا هو. هون بدنا قيمة إن، قيمة n تقريبا من هذول. لاحظوا n جاية داخل اللوغاريتم، فايش الاساس اللي تحت للوغاريتم اللي ما له اساس؟ اساسه 10. فلما بحولها للصورة الأسية بتصير زي هيك، n تساوي 10^(2.5554). بنروح وين؟ على آلة الحاسبة، بنصفرها ونكتب 10 أس، وين الأس؟ هيو، -0. لا مش 0، -2.5554. هاي هي مظبوطة، بعد ما حولتها طلعت 2.78335. بس ايش مكتوب هون؟ ضرب 10 أس سالب 3. شو يعني 10 أس سالب 3؟ يعني بترجع هون بالفاصلة 3 منازل، يعني كانت هون نرجع 0.0.0. إذا ما بدك إياها هيك، اعملها زي هيك مثلا. شو يعني 10 أس سالب 3؟ الفاصلة بترجع 3 منازل، يعني كانت هون بين السبعة هيها. لاحظوا الثلاث صارت 4، 8، 7، كانت الفاصلة هون رجعت 3 منازل. إذن الإجابة الصحيحة هاي. هون رجعناها 3 بدل 10 أس سالب 3. هاي الطريقة العلمية للرقم. اللي بعده، لاحظوا هاي ما تحتاج لوغاريتمات، هاي سهلة. ليش سهلة؟ لأنه الأساس هون 4 وهون 16، أقدر أسوي 16 4 أس 2، فصار اللي تحت هون 4 واللي تحت هون 4، إذن الأسس متساوية، معناته 3x ناقص 7 تساوي 2. أس هون يساوي أس هون، ليه عملت 16 4 أس 2؟
الآن بزيد 7 للطرفين، تصير 3x تساوي 2 زائد 7 9، بقسم على 3 بتصير x تساوي 3. x تساوي 3. هون نقدر نعملها زي هاي 3 أس. ليش؟ لأنه 9 3 أس 2، برفعها فوق تصير 3 أس سالب 2، معناته سالب إكس تساوي سالب 2. معنى ذلك إنها إكس شو تساوي؟ تساوي 2. ما بتنحل كونها إكس هي اللي بداخل اللوغاريتم إلا بتحويلها للصورة الأسية. فبنحول بالصورة الأسية إكس يساوي 2 أس سالب 3، هذا معناها 1 على 2 أس 3، واثنين أس ثلاث 8، 1 على 8. وإذا إنك مش عارف استعمل الحاسبة. نجي هون نقول 2 أس سالب 3، كم فيها؟ 1 على 8. طب طالب ما جاش عباله فكرة انه بيحول الأس، يستخدم التخمين والتحقق. كيف التخمين؟ بخمن انها 8، بشيل اكس وحط بدالها 8، واروح اشوف اللوغاريتم 8 للأساس 2 هل يعطي سالب 3؟ لا، بنجرب 1 على 8 لين نظل نجرب بدل اكس من الاجابات انه يعطي سالب 3 او لا. اسمها تخمين وتحقق. يصير نفس الاشي هون، نحل هالمعادلة. صعب نظل نخمن، بأحسن شي بنحولها لأس، 2 اللي تحت ترفع 2 هاي، فبصير 2 أس 2 تساوي سالب 8 ناقص 3 إكس. 2 أس 2 بتعطي 4 تساوي سالب 8 ناقص 3 إكس. الآن بزيد 8 هون وبزيد 8 هون، دول راحوا، بتظل سالب 3 إكس تساوي 12، بقسم على سالب 3 بتصفي إكس شو تساوي؟ سالب 4. إذن الإجابة سالب 4. طريقة حول إلى أس. يا سلام، نفس اللي حليناه قبل شوية عن العشرة. هون لن شو الأساس اللي إله تحت؟ هو إي. فلما بجي بحولها للصورة الأسية بتصير إن تساوي إي أس سالب 1.3. بنروح على الآلة الحاسبة، وين الـ E؟ في هون عند الشيفت الكبسة الثانية E أس فراغ، بنروح عليها بنجيبها هيها ونكتب سالب 1.3. اكتبها زي هيك، بعدين نقول ايش تساوي.
صفر فاصلة اثنين سبعة اثنين لحظة اثنين هاي اللي على يمينها خمسة إذا تجبر ثلاث صفر فاصلة اثنين سبعة ثلاث. اكتبوا الموضوع التقريب. إذا الجواب أصلا ما فيش قريب عليها إلا هاي. تمام، هاي على طول من الآلة الحاسبة ناخذ اللوغاريتم هذا اللي جاهز 24، وقلنا تعلمنا كيف نطلعها بدون هذا اللوغاريتم 311، ونقول يساوي 1.860. بس ليش الصفر صار واحد هون؟ لأنه اللي على يمينه سبعة، سبعة أكبر من خمسة إذا صار واحد. إذا الإجابة سي. هون يقول إذا كان الاقتران اف اكس واحد على خمسة اس اكس، فإن قيمة الاقتران عندما اكس يساوي سالب اثنين، أو بمعنى آخر بده اف للسالب اثنين. شو يساوي؟ يساوي واحد على خمسة اس سالب اثنين، وهذا يعني إنك تقلب الواحد على خمسة تسويها خمسة أس اثنين، خمسة أس اثنين تطلع 25. أي من الاقترانات الآتية متزايد؟ شو كاتب لي بالأحمر؟ انتبه جيد. متى متزايد؟ الاقتران متى متزايد؟ لما يكون A أس X، قلنا إذا A أكبر من صفر يكون متزايد بشرط فوق X مش سالب X، لو إجاها سالب بطل غير اتجاهه، كذلك لو صار هون قدامها سالب غير اتجاهه. تمام، هاي الثلاثة أكبر من واحد، أكبر من واحد مش كسر، على أساس إنها متزايد، بس السالب اللي فوق شو خلاها تصير متناقص، إذا هذا متناقص، هذا نص أقل من واحد، هون موجب هون موجب، إذا متناقص. لو إنها اثنين بيصير متزايد، لو حطيت سالب هون بيصير متزايد، لو حطيت سالب فوق يصير متزايد. لاحظوا هذا زي اللي قبل شوية، متناقص لأنه خمس أقل من واحد، بس لأنه السالب شو أصبح؟ أصبح متزايد. إذا هذا هو المتزايد. خلينا نشوف هذا. طب هذا يا أستاذ أيه ثلث السالب، صحيح هون كان متناقص وهو ثلث، بعدين لما جاء السالب هذا صار متزايد، ولما جاء السالب اللي برا رجعه متناقص، بمعنى متناقص المتناقص المتناقص، سالبين بيصير موجب لكن السالب الثالث بيرجعه سالب. اوكي، اذا هذا متناقص. مجال الاقتران الاسي شو قلنا عنه؟ المجال دائما R، المجال الاقتران الاسي دائما R. مدى الاقتران الأسي بيحدد هذا الرقم، إما من سالب ما لا نهاية لعنده، أو من عنده لين سالب ما لا نهاية بدون ما يلمس، مش هاي. مين يحدده هون؟ إنه موجب ولا سالب؟ موجب، إذا من عنده للما لا نهاية، من سالب اثنين ليش؟ لأنه هذا الاقتران فوق محور إكس، ما قلنا متزايد أو متناقص، ممكن يكون متناقص ويكون جوابه زي هيك، يعني حتى لو كان ثلث متناقص، إذا هذا فوق السينات،
أو مش فوق السينات، فوق خط التقارب الأفقي اللي هو فوق واي يساوي سالب 2، تنكون دقيقية. شوفوا هذا، شوفوا نفس السؤال اللي قبل شوية. طبعا خط التقارب الأفقي هاي من هون نطلعه، واي يساوي سالب 2، بس لو سأل عن المدى، طبعا المجال الاقتران الأسي دائما لو سأل عن المدى نقول من سالب انفينيتي لين سالب 2، اكيد راح يسأل هسه. هيو سأل المدى هون مش من سالب 2 لانفينيتي زي اللي قبل شوية، ليش؟ لانه السالب هذا بتخله تحت خط التقارب. ها نكتب الجملة هاي احسن اللي قبل شوية، هون تحت خط التقارب، معنى تحت خط التقارب. إذن من سالب انفينيتي لين سالب 2، مين اللي خلاه تحت خط التقارب؟ السالب هذا. مقطع مع محور واي مش هذا، لانه يقول لك مقطع مع محور واي اكس يساوي، لا هو واي يساوي، خلينا نشوف كيف نطلع المقطع مع محور واي. هو اف للصفر بتعوض صفر، فبيصير سالب 5 في 3 اس 0 زائد 1 1 ناقص 2. سالب 5 ضرب 3 سالب 15 ناقص 2 سالب 17، بس مش x يساوي سالب 17، y يساوي سالب 17. هذا المقطع مع محور y. نحل هذا السؤال وبنوقف، لأنه يعني عشان نسوي الجزئين. لاحظوا هذا سؤال يلخص كل الخصائص، واحدة ليست من خصائص الاقتران هذا. المجال R اقتران أسي، نعم مجاله R. خط التقارب الأفقي Y يساوي 3 صح، ولا يوجد خط رأسي صح. المقطع مع محور واي، خلينا نعوض صفر، 2 أس 0 1، 7 ضرب 1 7، 7 زائد 3 10، واي يساوي 10 صح. المدى هل هو من سالب ما لا نهاية لين 3، ولا من 3 لين ما لا نهاية؟ مين يحدده؟ هون، هون موجب، موجب معناته فوق خط التقارب، رسمته تجي فوق خط التقارب، سواء متزايد متناقص هو فوق خط التقارب. إذن المجال المدى من 3 إلى إنفينيتي صح، لا يوجد مقطع مع محور إكس ما دام إنه من 3 وفوق، ما راح ينزل عن 3 صح. هذا ما ينزل عن 3، ما ينزل عن 3، واي يساوي 3 تمام. الاقتران متزايد، وقف يا استاذ، هون موجب وهون 2 اكبر من 1، المفروض يكون متزايد، بس ايش اللي خربوه؟ السالب اللي بالاس فوق عملته متناقص، هاي غلط. الاقتران متناقص وليس متزايد. الامتحان طبعا لسه ما خلص، طويل شوية، بيحكي عن مجالات الاقترانات اللوغاريتمية ومداها ومدى الاقتران اللوغاريتمي بأكثر من شكل، وثم يروح على الاقتران النمو الأسي واقتران الاضمحلال الأسي والربح المركب
والربح المركب المستمر، وكيف نجد اللوغاريتمات بقانون قوانين اللوغاريتمات، وكيف نحل معادلات أسية بأخذ لوغاريتم الطرفين. هذا إن شاء الله تعالى اعطونا اشتراك واعطونا لايكات عشان ايش ننزل لكم اياه بعد هذا مباشرة. وقلت لكم كمان شوية ما بيشوف الفيديوهات المميزة إلا المشتركين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.